وأسجد له الملائكة وجعل له الدنيا دار البقاء وأسكنه الجنة دار الفناء وجعل لذريته الدنيا دار عمل لا دار جزاء وحذره من الشيطان ألد الأعداء وتوالت عليهم الرسل والأنبياء فما من أحد منهم جاء إلا معه النور والضياء أنزل القرآن لما في الصدور شفاء حتى اختتمت الرسالات بالشريعة الغراء شريعة النبي محمد خاتم الرسل والأنبياء شهيدا يوم القيامة على الشهداء لما ظمأ أصحابه نفذ من بين إصبعيه الماء لما ندى أصحابه لب النداء اللهم صل وسلم وبارك على أفضل يتيم وجد في الوجود حضرة النبي محمد صاحب بدر الكمال وبدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية والتي أرضعته السيدة حليمة السعدية أيها الأخوة المؤمنون في هذه الليلة ليلة التكريم والعزاء والتكريم نوعان تكريم في السماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتكريم في الأرض ينادي المنادي افرشوا لعبدي فراشا من الجنة ونعموه بنعيم الجنة من هذا المكان العامر بالإيمان وعلى وجه الخصوص في عائلة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ في ليلة عزاء وتكريم روح طاهرة هي روح المهندس نبيل بشر وقد جينا تلبية بناء على تلبية من كل من ولده السيد المهندس محمد نبيل بشر وابن عمه الأستاذ محمد بسيوني بشر والسيد معالي المستشار عصام الدين فرحات زيدان أيها الإخوة المؤمنون نبدأ ليلتنا ليلة التكريم بآيات بينات يتلو على مستمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة وقطب من أقطاب الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ والعلم والمعلم ملك المقامات والقلوب الدكتور عبد الناصر حرق القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة الغربية سائلين الله له التوفيق والسداد ولي ولكم حسن الاستماع فليتفضل معالي الدكتور إلى منصة القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة Thank you.
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم طه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
ليك مع الله. الرحمن 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 على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. اذكر الليل فإنه يعلم السر وأخفى الحسنى وإن أتاك حديث موسى الله 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 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس حاضر.
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. هتنطق يا شيخ؟ طب كان يعني كنا سبقنا تاني. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. إنني أنا الله لا صدق الله العظيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني
ربك فاخلع عليك. إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها أخرى.
قال ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي. عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل سبحانك. سمعنا صوت.
يا رب يا رب. فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم. يا هذه النفس علمي أن الأمور لها انقضاء والحادثات جليلها وحقيرها محض التلاو والعالمون كبيرهم وصغيرهم فيها سواء لا تجزعي يا نفس فالله يفعل ما يشاء. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريم صعدت إلى رب كريم جلسنا خاشعين منصتين لكتاب الله تلا علينا وعليكم علم من أعلام القراء والقراءات قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ
الدكتور عبد الناصر حرس قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة القاهرة. نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية وفراشة حديثة عبر سيري إذاعة القرآن الكريم مع لؤلؤة السرادقات الحاج محمود عامر وأولاده بمحل الدين، كما تقدمنا ابن عن جميع عائلات دش وأسرة الراحل الكريم، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء والبقاء.